صراع في رمضان، وهل سلسلة دم وجوده في رمضان ظلمه؟ لا 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 خالص خالص، الناس بتتفرج على سلسلة دم بره رمضان او جوه رمضان او في وسط 50 مسلسل. هم انا لاني كنت في الجزء الرابع بقالي اكتر من سنة بمشي في الشارع، الناس تقول لي امتى الجزء الاخير، الناس مستنياه. فلا، وجوده في وسط المسلسلات ما ظلموش. استاذ احمد ايه بعد سلسلة دم؟ في سينما بتتكتب فيلم ليا انا وسارة. هيا سارة سلام. ولأول مرة بقى نعمل فيلم مع بعض، انا الاب وهي البنت برضه، بس الموضوع حلو قوي، بيقول حاجة. شايف ازاي تطور موهبة سارة في وسط نجوم الشباب اللي طالعة؟ لا، سارة موهوبة جدا، وبقى عندها خبرة، وبقت أكثر التزاما، وبقت سارة يعني أنا بتوقع لها في الكام سنة جايين هتبقى من أهم الممثلات اللي موجودين. يعني تتقبل إزاي الانتقادات اللي بتقول لسارة إن هي ممثلة إغراء أكتر؟ لا، ما الكلام كتير، هي بتتقبل وانا بتقبل. الاول كنت بتضايق، دلوقتي بقيت بضحك خلاص، يعني بقى اللي يكتب حاجه بقعد اضحك، شفتوا يا جماعه واقعد اضحك يعني. خلاص يعني 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 تعالوا نركز اكتر في اننا نشتغل، في اننا ننتج، في اننا نشوف الحاجات الكويسه اللي في الناس. بلاش كلنا نبقى حكام ونبقى نقاد ونبقى بنحكم على الناس من غير ما نعرفهم. ايه رايك في برامج المقالب في رمضان 2018؟ بصي، انا ضد ان انا اضحك على حد بيصرخ، يعني انا بعتبر ده ساديه الحقيقه، انسان سادي يعني، ايه حد مرعوب وبيترعش ولا قاعد بضحك عليه يعني، ايه الفكره؟ في ممثلين كبار بيقولوا ان هو ده بيبقى فيك تمثيل. لا، الله اعلم.